مع مديرية التشغيل والمصنعين لفتح اختصاصات المطلوبة وضمان التكوين والتربصات على مستوى المنطقة الصناعية. فيما يخص التنسيق بين المؤسسات التكوينية والقطاع الاقتصادي، فإن سياسة القطاع تحتمل أثناء برمجة تخصصات جديدة عبر الولاية على دراسة من طرف إطارات المؤسسات التكوينية يراعى فيها خصوصية المنطقة وتوفر النسيج الصناعي ووجود طالبي التكوين من خلال إحصاء المناصب البيداغوجية للمتمهنين على مستوى القطاع الاقتصادي سواء عمومي أو خاص، قصد الوقوف على الاحتياجات الحقيقية من اليد العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى أن برمجة واحتماد التخصصات المقترحة لفتح دورات تكوينية تخضع لموافقة ومصادقة مجلس الشراكة قبل الإعلان على عروض التكوين لفائدة أبناء الولاية أو من خارجها، على أن عروض التكوين لفائدة أبناء الولاية أو من خارجها، كما أن القطاع يحتمل زيادة على تكوين المتربصين والمتمهنين على إبرام اتفاقيات تكوين لفائدة مستخدمي القطاعات الخدماتية والاقتصادية. ونذكر على سبيل المثال الاتفاقيات في مجال الفلاحة، تكوين مرشدي السياحة، عمال البلديات، مستخدمي إدارة الغابات وغيره من المستخدمين المعنيين بالتكوين المشترك للترقية في الرتب. وشكرا على حسن المتابعة.